السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا امارات؟ النهارده جايبه لكم وصفه حلوه جدا جدا، هي الرز بلبن في الفرن. طعمه تحفه واولادنا بيحبوه جدا، وبنروح نشتري 3 4 علب. طب وليه احنا هنعمله في البيت وبنفس الطريقه وهنحطه في نفس القوالب عشان اولادنا يقتنعوا بيه؟ عشان انتوا عارفين الحاجه بتاعه الشارع بتحلى. يلا اقول لكم المقادير معايا واحده واحده. معايا كيلو لبن بلدي، ومعايا كوباية رز غسلاها، كوباية رز واحدة بس يا حبايبي اللي هو المج بتاع الشاي. ومعايا هنا سكر كوباية، هاخد منها حسب الرغبة يعني، هدوق واشوف لو عايزة ازود، عايزة تقللي مفيش مشكلة. ومعايا هنا علبة قشطة، دي قشطة يا حبايبي بلدي عادي خالص، هجيبها من السوبر ماركت مش غالية. ومعايا الفانيليا بس كده، انا مش هحط نشا يعني، انا مش هحط نشا، مش بحب النشا، بحبه يبقى سايب كده وحلو. تمام يا حبايبي، قبل ما نبدا وصفتنا وقبل ما نعمل اي حاجه، لو لسه ما اشتركتيش في القناه انزلي واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك من نوجا كل حاجه بنزلها. تفعيلك للجرس بيخليني اي حاجه بنزلها بتوصل ليكي حصري على طول. التاني حاجه حبايبي بجد بجد يعني، دوسي لي لايك، يعني دوسي لي لايك، ابوس ايدك يا حبيبه قلبي. لايك هيضايقك في ايه؟ انا بيرضيني، انا لما بشوف اللايك بفرح وبتشجع وبقوم اعمل تاني. دوسي لايك مش هتخسري حاجة اقسم بالله. يلا نبدأ الوصفة بتاعتنا. اول حاجة انا هجيب الرز بتاعي وحلة على النار، هحط فيها كوبايتين مية وهنزل بالرز. يا حبايبي انا هحط كوباية مية وكوبايتين، انا بحب اسلق الرز بتاعي. خلي بالك التكاية دي هتخلي الرزية حلوة واللبن هيشربها، يعني انا حطيت كوبايتين، بمجرد ما الميه تشرب لو حسيت ان الرز لسه مستواش ما تزوديش ميه، هنزود لبن. يعني احنا هنسوي الرز يعتبر نص تسويه في الميه بس، نص سوا اهو يا حبايبي. يعني بصي بدا يشرب اهو، تمام. وانا هنا كنت بغلي اللبن وانا بسلق الرز، على ما الرز خد نص سلقه كان اللبن بتاعي ايه هيفرقع. وطبعا لازم اتابعه، يعني ما ينفعش ان انا اسيبه واروح في اي حته اهو عشان الرز ما يلزقش ولا اللبن. انا هنزل نص كميه اللبن وهسيبه بقى يستوي برده، ياخد بقيه سواه في اللبن. وبعد ما يتشرب نص كده واحس ان الرز شربت الرز خالص، هبدا احط نص اللبن التاني ونحط اهو يا حبايبي بدا يخش في السوا خالص. انا كده حاليا حطيت كل مكان الرز بيشرب اللبن نحط تاني. بس يا حبايبي انا هبدا احط السكر، وقلنا السكر حسب الرغبه، انا هحط وادوق. حطيت نص كوبايه وهدوق، وهبدا اظبط ايه السكر بتاعي على كده. دي فانيليا سايبه بمقدار كيسين من الفانيليا العاديه عشان بس تبقى مديه نفس الريحه ونفس الطعم اللي احنا بنجيبه من بره واحسن. هسيب بقى السكر ياخد غلوه كده مع الرز، وهنبدا نشوف هنحط القشطه امتى بالظبط. اهو يا حبايبي انا جبت صاج من عندي وحطيت فيه، ما عندكيش صاج حطي في صينيه عشان بس ما ينفعش تحطي القوالب دي كده، تمام. وهبدا بقى اعبي القوالب بتاعتي اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله قد ايه كريمي حلو جدا اهو. هتعبي بقى العلبه ثلاث ارباعها كده، مش هنملاها على الاخر، هعبي العلب كلها دلوقتي. اهو يا حبايبي انا عبيت كل القوالب اللي معايا، هبدا بقى اجيب القشطه. دي مرحله القشطه، هبدا اخد حته كده، والقشطه دي بقى اللي بتدي اللون الحلو، ولا زبده بقى ولا الكلام ده. هحط في كل علبه حته كده اهو يا حبايبي. انا حطيت كده اهو في كل القوالب، وهبدا بقى احطها في الفرن على الشوايه 5 دقايق، وعينك عليها يعني 5 دقايق، وكمان عينك عليها عشان القشطه ما بتاخدش وقت خالص تحت الشوايه ولا الرز ده بياخد. اهو يا حبايبي خرجته من الفرن، خد بالظبط بتاع 7 دقايق وكنت متابعاه. بصوا القشطه يا جمال، وفين عشاق الرز بلبن يا جماعه؟ فين دلوقتي بقى؟ انا هشيله من الصاج عشان سخن جدا، هحاول اهويه على الرخامه، ولما يبرد خالص هتدخل التاني. اهو يا حبايبي شغل عالي، يستاهل الف لايك ويستاهل عيونكم الجميلة. لو انت لسه بقى ما اشتركتيش معايا في القناة انزلي اشتركوا وفعلي الجرس عشان يوصلك من نوجا كل الفيديوهات الحصرية. كل يوم بقدم وصفة جديدة وفكرة جديدة، وبإذن الله القناة تعجبك. هنجيب من هنا معلقة كده
ونشوف بقى من جوه كده. نشوف بصوا بسم الله ما شاء الله حاجة كده من الآخر. بصوا ده كمان كده عشان لسه سخن هتحطيه في التلاجة شوية هيطلع معاكي طب الطب ومش هتغيري الطريقة دي. في حاجة بقى ملاحظة عايزة اقول لكم عليها مهمة جدا، لو ما عندكيش الاطباق دي مفيش اي مشكلة، انا الاطباق دي اصلا مشترياها من بره. انت ممكن تعملي في طواجن، تعملي في صينية بايركس، تعملي في صينية عادية خالص، اي حاجة تعملي فيها بنفس الاسلوب نفس الطريقة. انا ليه عاملة الاطباق دي؟ عشان اولادي بس، انا اولادي بيحبوا حاجات الشارع، فانا بحاول على قدر الامكان ان انا اعملها شبه الحاجة اللي انا بجيبها من بره بنفس الاطباق وبنفس القوالب. ليه يا حبايبي؟ عشان يحبوا ان هم ياكلوها بس مش اكتر. لكن دي مظاهر كدابة، لكن بتدي طعم للاولاد وبتخليهم يحبوا اكل البيت اكتر من اللي بره. وفي حاجات كتير قوي انا عاملاها على القناة، خش وخدي لفة وباذن الله القناة تعجبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.